ضيعنا الاخطاء وكنا نقتلوا الماتش كامل في الدقيقه 90 الاولى لا فاي ديال الزياش اللي ما كانش نهار رغم ما غاديش نبقاو نفكروا بزاف ونقولوا كيف تقولوا الكامور من الخساره ربحنا اون ايكيب اللي خاصنا غير نحاولوا نقلبوا على لا فاي فين كاينه نشوف الافونسون طرف سكيل حنا عولنا على نصيري بوحدو ما يمكنش نصيري بوحدو حيت لو كان عاوش نعاولوا على الزياش بوحدو نعطيه هو كاع لي شونس وكاع الكواري اللي اي شخص يجي من جهته راه ما يمكنش لاعب واحد راه ما كيدير شي خلقش الفرق راه ميسي اللي هو ميسي خسروا لا كوب ديال كوبا امريكا وصافي دابا ما خصنا نبقاو نقلبوا غير نصحوا الخطا فينا هو المهم ما كسبش لينا هذا العام هذا نشوفوا عوام اخرى ان شاء الله. الماتش كان زوين المغاربه لعبوا مي داك الزياش موفيز افير موفيز افير حشوم عليك ضيعتي بزاف واخا هكاك فيبرو معاك الزياش ما كانش نهارو كنا على امل دقيقه 89 ماركو بي صافي نسالو لا نوصلو لهاد البيلانتيات ولا 120 دقيقه ولا هاد الاشواط الاضافيه المهم صافي الحمد لله